تكفي هذه الكمية من الحجارة لتسد مدخل الممر. أمرك يا سيدي. مر رجالك أن يكونوا جاهزين عندما أعطيهم الإشارة. إنهم على أتم استعداد يا سيدي. هذا غبار يحيط بالأعداء، لقد اقتربوا كثيرا، اللهم انصرنا عليهم. دخلوا في الممر الضيق يا سيدي. الحمد لله رب العالمين، الخدعة انطلت علي. هل نبدأ بإلقاء الحجارة وإغلاق الممر؟ ليس الآن، انتظر حتى يتوسطوا الطريق، عندها يستحيل عليهم الأمر. نبدأ الآن يا سيدي. مع إشارتي. هيا. لن يطول بقاؤنا في السجن، كلها ساعات ونعود ملوكا على هذه الأرض. أنت واهم يا عرنوس، لقد ضيعتني معك. أنا الذي ضيعتك، لقد حاولت أن أنقذك من السجن والمذلة. وما مصيرنا الآن؟ السجن طبعاً، بسبب حماقتك. اخرسها أنتما الاثنان، لا أستطيع النوم من حديثكما. هناك شيء يحيرني، لماذا لا تقيد معنا بالسلاسل؟ لست خائناً مثلكما، وعندما ننتصر على الأعداء ربما تخفف عني العقوبة وأخرج حراً. الأمور في المدينة على خير ما يرام، لم تقع جريمة واحدة منذ بدأت الحرب. تظهر حقيقة الناس ومعادنهم في وقت الشدائد. الحمد لله على تماسك الرعية ووقوفهم صفاً واحداً. هل أعد لك قدحاً من القهوة؟ قدحاً! قدحاً! بنفسك؟ وأين زرزور إذن؟ أصر على التطوع ضمن صفوف الجند. زرزور في الجيش! يا لها من طرفة! زرزور! طرفة! طرفة! إن قوتنا لا تنبع من أجسادنا فقط، وإنما من داخلنا يا صاحب الشرطة. نحن أصحاب حق، وصاحب الحق دائماً ينتصر في النهاية. سلمى! سلمى، ماذا بك؟ لا شيء يا أبي. فيما كنت تفكرين؟ كان خالد يحب دائماً النظر إلى غروب الشمس. ترى هل يعود مجدداً أم؟ سيعود سالماً بإذن الله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. بالطبع يا أبي، هل لي أن أطلب منك طلباً؟ هل تسألين يا سلمى؟ لا أريد أن يراني الأطفال على هذه الحال. أرجوك كن أنت بجانبهم. بل ستأتين معي وتبتسمين لهما، هذا واجبك ودورك في المعركة يا ابنتي، وعليك أن تقومي به. الظلمة الليلة شديدة. انظري إلى النجوم الجميلة التي تلمع في السماء. الهلال لا يكاد يرى يا جدي، كيف يحارب الجند في هذا الظلام؟ هم تدربوا على أداء مهامهم في كل الأجواء يا صفية الدين، وسيهديهم نور بصيرتهم إلى النصر بإذن الله. سمعت أن جيش الأعداء بالغ الضخامة، هل هذا صحيح؟ غيروا هذا الحديث أرجوكم. يبدو أن أمكم قد تشوقت لقصة معاذ، هو وفيروز مع مدعي النبوة. صحيح يا جدي، ماذا جرى لفيروز؟ لقد رآه الأسود العنسي جالساً مع زوجته، وبدا عليه الغضب والرغبة في الانتقام. حسناً، سأكمل لكم ما جرى. كان الأسود العنسي واقفاً أمام فيروز يريد أن يفترسه. ماذا كنت تفعل في قصري أثناء غيابي يا فيروز؟ كان يسأل عني، هل نسيت أنه ابن عمي؟
لماذا لا تخبرينه بالحقيقة يا أزاد؟ أية حقيقة؟ تكلمه. إنني لا أفهم عن أي شيء يتحدث. دعك من هذه الكبرياء وأخبريه بطلبي. إذا لم تتكلم سأقتلك. كنت أرجوها أن تتوسط لي عندك فتجعلني وزيرا في قصرك. أنت تعمل وزيرا؟ ولما لا؟ أنا صهرك يا حضرة النبي العظيم وأولى الناس بمنصب الوزير. هل ما يقوله صحيح؟ للأسف نعم، حاولت أن أبعده عن دائرة الظلم دون نتيجة. اخرصي، كيف تحدثين قائدنا ونبينا بهذا الأسلوب؟ أرأيت معاملتها القاسية لي؟ إنها تحتاج التأديب، مرني وأنا أضربها بالصوت. لا 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 لا، سأعطيها فرصة أخيرة. أرأيت سماحة وطيبة قلب سيدنا الأسود العنسي. اسمع يا فيروز، سأجعلك واحدا من وزرائي وأتباع المقربين. هذا شرف عظيم لي يا سيدي. ولكن لي ثلاثة شروط: الطاعة وعدم المناقشة وعدم التفكير. هذا أريح للعقل، ما أيسرها من شروط. من ذلك الرجل فيروز حتى تجعله وزيرا لك؟ أجننت يا قيس؟ كيف تجرؤ؟ أنت تعرف مدى إخلاصي، ولا أريد لك إلا الخير يا سيدي. أنا أدرى منك بمصلحتي، وإياك أن تعارضني مرة أخرى. معذرة يا سيدي، لن أفتح فمي بكلمة بعد الآن. هذا أفضل، هيا اغرب عن وجهي، هيا. لا تجعل هذه الأمور التافهة تثير غضبك يا سيدي. قائد الجيش الغبي هذا أفسد مزاجي. ولكنه في الحقيقة لديه بعض الحق. كيف؟ فيروز الديلمي لم يكن من أتباعك المقربين يا سيدي، فما الذي فعله ليستحق أن يكون وزيرك؟ إنه صهري، ابن عم زوجتي، وهو طامع في المال والجاه، ما الذي يخيفه؟ علمتنا ألا نثق في أحد إلا بعد أن نختبره. راقبيه إذا أردت، وعندما تطمئنين إليه أبلغيني. لماذا تأخرت في الحضور إلي يا فيروز؟ كنت مراقبا من أتباع الأسود العنسي، ولم يطمئنوا لي إلا بعد وقت طويل. عظيم، متى يمكننا أن نقبض عليه ونتخلص من شره؟ الأمر ليس سهلا يا معاذ، الأسود يحيط نفسه بالحرس والجواسيس طوال الوقت. وكم عدد رجاله؟ أكثر من أن أحصيهم. أليست له نقاط ضعف؟ هناك مكان يخلو فيه أحيانا ويقابل بعض المقربين من أتباعه، هذا المكان خال من الحراسة. إذن ندرس هذا المكان جيدا لنعرف كيف ندخل إليه. هناك نقطة أخرى يا أخي. ما هي؟ أغلب الناس لا يؤمنون به من أعماق قلوبهم، فقط يتظاهرون له بالولاء خوفاً من بطشه. هذا سيساعدنا كثيراً، والآن أسرع بالانصراف حتى لا يلحظ غيابك، وكن على حذر من جواسيسه. جعلت فيروز وزيراً لي، وهذا فقط من أجل خاطرك يا أزاد. شكراً لك على كل حال. ما هذا الخطاب الجاف؟ لماذا تصرين على مخاصمتي؟ أنت تعرف. أعرف ماذا؟ لديك قاعة خاصة تقابل فيها النساء. غير صحيح، هذه القاعة أجري فيها مقابلات سرية التي أخشى أن يستمع الحرس لها. لا أصدقك. هل تغارين علي؟ هيا ابتعد عني. كيف أجعلك تتأكدين من صدقي؟ اصحبني إلى القاعة وسأعرف إذا كانت بحق للعمل أم لأشياء أخرى. لك هذا، متى تريدين أن أصحابك إلى تلك القاعة؟ الآن. إذن هيا بنا. هنا مكان القاعة الخاصة. لا يتصور أحد أن حاكم البلاد
يعقد اجتماعاته المهمة في هذا المكان. هل نبدأ الحفر؟ نعم، ولكن بحذر. توكلت على الله. لا تكسر الحائط حتى لا يفطن إليه الأسود العنسي. لا أفهم. استمر في الحفر، ولكن اترك طبقة رقيقة من الحائط في مكانها، وفي اللحظة المناسبة يسهل عليك كسرها. وأدخل وحدي إلى مدعي النبوة وأتمكن منه. هيا بنا لنتسلل عائدين قبل أن ينتبه الحراس إلى وجودنا وينكشف كل شيء. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. انتظر، هناك صوت ما. إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. إنه صوت رجل يصلي. لننظر من يكون. هل رأيتماني؟ أنت أسلمت يا قيس؟ نعم، لله الأمر من قبل ومن بعد. ألا تخشى أن أبلغ الأسود العنسي عنك؟ لقد هداني الله تعالى لدينه، والله أحق أن أخشاه. بارك الله فيك يا أخي. من تكون؟ معاذ بن جبل، بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأرد مدعي النبوة. الله أكبر، الله أكبر. اخفض صوتك يا رجل، نحتاج إليك في مهمتنا. لا أدري ما الذي يعجبك في هذه الغرفة البسيطة. ليس فيها حرس أو خدم يقيدون حريتنا. والآن أصبحنا وحدنا تماماً، فما الذي أردت قوله لي؟ أردت أن أخبرك بأن الذي يكذب على الله يخسر الدنيا والآخرة. فيروز، أسمعت ما تقوله هذه المرأة؟ أدبها بالصوت. أنت من يستحق التأديب يا مدعي النبوة. سأجعل الجن يحرقونكم بأمري. افعل إن استطعت. وبعد أن خلصنا فيروز من مدعي النبوة، صعدت إلى المنبر وأذنت للصلاة، فإذا بالناس يأتون أفواجاً وقد ظهر الحق وزهق الباطل. الحمد لله على كل حال. ما لي أراكم غير فرحين. أين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبلغه بالنصر؟ أبلغه الملك الكريم جبريل قبل أن ينتقل إلى جوار ربه. ماذا تقول؟ تماسك يا معاذ، مات رسول الله قبل أن تعود من اليمن إلى المدينة. لقد أوصلني بنفسه إلى أول الطريق، وكنت خجلاً منه لأنني راكب وهو يمشي تحت راحلتي. صلى الله عليه وسلم قال لي وهو يودعني: يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري. قال لنا: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. لقد عادوا جميعا منتصرين. الحمد لله. خالد زوجي. أبي وجدي الخليفة. انتظروني سآتي معكم. ألن تأتي معنا يا جدي؟ اذهبي أنت يا حبيبي. سأسجد شكراً لله أولاً. الحمد لله.
اللهم إنك نصرتنا بالقرآن، وهديتنا بالقرآن، وعلمتنا بالقرآن. اللهم اجعله ربيع قلوبنا، آمين، وشفاء همومنا وغمومنا، آمين. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، آمين. اللهم اجعله في الدنيا معينا، آمين، وفي القبر مؤنسا، آمين، وللجنة دليلا ومرشدا، آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.